رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا كسر دوادة برنامج كني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. برنامج كان أو برنامج أقول لك حلقات إن كسر كمن معاني دا أجزاء القرآن كجزس كقرآن كفكم يا سان لصعون القرآن ككريم ك وكلام كإلهي سبحانه وتعالى كسر دشي نبي النبي محمد إلهي وحيري إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى همينك ليلة القدر إلهي كسود الشيء. وأنا آخر أكتب الكتب السماوية كتاب دنبه أو كدنب يمجره قرآن كوحة أكبل وضي سان لصعن أكبل وضع مصحف ترتيب كيسة سورة الفاتحة وحنا كل ما هذا سورة الناس. قرآن كريم ك وكتاب إلهي وطلق علي بشرية ذا أما بناء آدم كأولان يؤون نقضى هنون يمد هقا إنؤون نقضى ويكو عمل فلان إلهينا سبحانه وتعالى وحا أكيني سيء أكلا صار حق إيا باطلك. برنامج كان إن شاء الله تعالى سيدي هوري عن حلقة دي كواد كسو شيقني وحن دول استاق دونا سيكوما معاني ده جس والباء سيكوما ما هن وفصيرين ما هن آياد والباء ما فصيرين لكن جس كقود أهان وحا أكاها الله يأيان دول استاقين حلقة ده مانتي أو أجس كاللباد وحا أكبلو ده سورة البقرة آياد بقول إيا أفرتن إيا لبو إلى سورة اللفتيجة اللابو بقول يكونتن إيه اللابو سورة البقرة إنت عايز جزك هذا كوبين هاي جزك واحد وقسي وضع يا ماش هذا الجزء كوال وكوالي وأح نمك يهودا ها يلب كودي يصير أيو طعنيان أو أي أبوشيان ملك المسلمين تإلهي قبلة دي بيت المقدس وكسو بدلي أو لو بدلي كعبة معركتي يوحى أي كأنن معركة عادة رخيص كأي كأنن أيو كهذي بلوجيسة وحا اي تركيسيني سامارك تي استقبالو جهاد كسول لقابلو ان الهي سبحانه وتعالى وامرك سبو وليه ام هلا قابلو بيت المقدس ام هلا قابلو كعبادة سي عب وحا اي جوز كان وددك مؤمنين تاو قدر دار ميا صبرك ان لا صبرو ان يدرق صبرك قفك كوكال ميسا ايو مراها صبرك على جهلو أيو إلهي سبحانه وتعالى أيضا بنقول شيئا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء إلى لا يجاري إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وحاو جسك كهضلي فضل عبادة إلهي شكر إلهي إيو وحا لعدي بيان عد لو عدي إيمانك كامل كا إن ويهي ماركتي وناقو الله السمية ليس البر أبو إلهي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وحي سورتك هذا الشيء سي وانا ميشك لي قرآن كالله هذا سي فاسا ماركتي صومك أي كهذا الشيء ماركتي هي أحكامة صومك أي كهذا بو جسكان أنو جسك الله وكهالي waxa ay juskan kala u ka hadlay oo u bayaaniyay ahkaamta xajka walidalka culimadu waxay dhahayaan siiba ahkaamta xajka qaybta amaliyada suratul hajj suratul hajj tayada waxay aad u tarkiisay qaybta acmaasha qalbiga iyo iimaaniyadka ay ka hadashay bayna suratul baqara ahkaamta amaliga ay xajka hadashay juskan wuxuu kala si waasaca oo faafasan uga hadlay ahkaamta uga hadlay ahkaamta usrada ama qoyska حق النكاح الطلاق يو نوتشنت رضاع وحليرة هذا عدة
المتوفى عنها زوجها عدوين كوابدين أفر بقارية سورة جس كان قيبت كتير توحو كهاللي قا هوانت من كيدو كلينتو عدد أي كهذا شيء وحا أين كحر تي مركي أي كهذا شيء أحكام تاس نكاحة طلاقة رضاعة عدد مركي هذا شيء أيضو وحي كوكب قويين أو كحران تقوى إلهي يا مراقبة إلهي إلهي إن لقى عبسه سبحانه وتعالى تاسنا رنتي ورسالة أم وفرين عد ونروش يغيو إن كتابك القرآن كاهتمام مسيو لنك جوانبتا نروش بني آدم قوانين توضا ما أهنسي دا كو منافقين تأي شيغانيان يعني إنو إسلام كو كلية ويهي دين عباده كلية دين إنو يهي نروش أو دان ترتيبي نيسا كلا لغيسا نظام كيدي قوانين تيدي عدينيسا جوز كان وحوك لو حوق الساري أحكام تا قويسكا waxaan oo saan horo u soo sheegney oo ku xiray waxyaalaha iimaanka ayuu ku xiray oo waxa weey qofkii reerkiisa iyo ilmihiisa aan seenay maarka ihtimaam waxa weey qofkaas waa daciif iimaan waxa uu juskaan uu ka hadlay qisooyinka uu ka hadlay waxa kamida juskaan dhow qiso ayuu ka hadlay qisooyinka hadlay waxa kamida qisadii caanka ahayd ee qisatu jaluut wa qatala jaluut qisatu jaluut ilaahay ku sheegay subxaana wa ta'aala marka reer bani israa'iil ay dhaheen nabigoodii oo samuel baa looran jiray baa la yidhaahdaa marka ay dhaheen ilaahay noo bari inuu noo soo saaro oo nin ninkii looran jiray jaaluut nin wuxuu ahaa nin khayr daran ayuu ahaa marka wuxuu reer bani israa'iil buu aad u laayay xataa taabuutkoodii buu ka qaatay taabuutku wuxuu ahaa sanduuq lagu riday wasaaya nabi ilaahay muusa dardaaranadiisii uu ka qaatay marka waxay dhaheen ibcath lana malikan نقاتل إلهي نوبر ينو نوصو صار نين بقر أن 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 سا أريما هي سودو أريما هي غوي كلا داتين مكي ورسول كود إلهي وبرينا أو لوصو صار طالوت نيك لورينجري لوصو صار أيو مكاس وي وي كوري مانا نما ما حدا أي عادي قصة داس أي على وش يعني صفة فاسا وحيلا لقى قاعدنا قصة داس من دروس تجوا وين لقى قاعدنا يو هنتي واحد وي الصبر الصبر iyo in annasu ala alaadaa in caloga laga qaalib noqdo in ay ku xiran tahay in la sabro laanu nabiga ilaahay wuxuu yiri wabi ayaynu gudbi doonaa faman shariba minhu falaysa minni waman lam yadcamhu fainahu minni marka dadkii in yarbaa maaragtay u sabirtay awaamirtii nabiga waxyaala ay ku bushiyeenna waxaa ka mid ahaa reer binyaamin ma buu ahaa ninkaa taaluut reer yahuuda ma ahayn marka qoladii laga soo saari jiray boqorada ma uusan ahayn marka halkaasna waxaan ka qaadanaynaa qisadaas oo duruusta ugu waaweyn ka qaadanaynaana waxa weeye hadduu alla ku roon yahay darsiga sabarka iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo in la guuleysto inay ku xiran tahay in la sabro qisadaas waxa qofka daaciga ah ee dadka diinta baraya uu ka qaadanaya inuu naftiisa ku tarbiyeeyo asabr wathabaat حتى نهاية الطريق إلى أكجاريو ماشى قدام بيس إنه صبره قف كنا معركتي إنه قعدوا إن لقي يابا إن طريق تحس لجو امتحانه لجو تجربه ودد كل سعى قارك أي خذلان قسميا لأنه تعالوا تركب كهري رجس كمية مرك إنه قف سو مر ورب إلى هاي ثلاث سارته أي لو بهني جزء كلا بعد وحكوس عروريشان دواق إلى هاي دواق يدد كمؤمنين تا ودمانت الأحكام يكون تعلقان مروحة استعانة بصبر وصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بصبر وصلاة يا لو غدا واقي تلك المؤمنين يا أيها الذين آمنوا مروحة لو غدا واقي تلك المؤمنين إن عنان الأكل من الرزق الحلال والطيب مروحة لو غدا واقي أحكام تقصاصة إن فليان مرك أفراد مروحة لو غدا واقي حكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مرك شرعنا الدخول في السلم كافة iyo inaan la raacin shaytaanka iyo duruqdiisa waliba taas dambe marna yaa ayuha naas baa loogu dhawaaqay dadka guud ahaan marna si gooni ayaa mu'miniinta loogu dhawaaqay dadkana marba si guud ahaan loogu dhawaaqay marna ilaahay wuxuu yaa ayuha naas kuluu mima fi lardi xalaalan tayiba walaa tattabicuu khuduwaati shaytaan inahu lakum caduwun mubiin inama yaamurkum bisuui walfaxshaa wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun marna ilaahay wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa razaqnaakum واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون آيات قدام بيس جس كان تنكر ريسا إلهي وحى كقر سنة من سنن الله الكونية أو لي سنة التدافع إلهي وحى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
dadka qaarkood waxay isku dayaan dadka inay hal qolo ka dhigaan, hal meel u jeeda, taasna ilaahay ma uusan doonin, kowniyan ma uusan doonin, waaqiciyanna ma ahan. ilaahay subxaanahu watacaala walow shaaa rabuka la jacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin, ayuu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala. Haddaan sunnada tadaafuc waxa wey in laistifaaco oo maaragtay dadku ay qaarkood qaarka kale ay riixaan, haddii ay sunnadaa jirin dafcu ahli lbaatil biahli lxaq, kuwa ahlu baatilka haddaysan kuwa ahli xaqa laga horkeenin, kuwa fasaadka wada, kuwa islaaxa wada aan laga horkeenin, kuwa dulmiga wada, kuwa cadaaladda wada aan laga horkeenin, waxaa qaalib noqon lahaa baatilka iyo dulmiga iyo cadaalad darrada, adduunyaduna way fasahaadi lahayd. Marka suuraddu intaas ayuu juskaasi taqriiban baan kusoo khulaasayn karnaa, ilaano barnaamijka waxaan ugu talagalnay 10 daqiiqo inuusan ka badnaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inuu naga dhigo kuwa ku tadabura oo fahma oo ku noqnoqdo oo dhuuxa macaanida qur'aanka. intaas ayaanu xalaqada maanta kusoo koobaynaa. wallahu aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.